أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم رضوان سكيزوفرين. فبطبيعة الحال اليوم 21 نوفمبر كانت الجلسة الثانية من المحاكمة ديالنا اللي بطبيعة الحال اللي رفع علينا دعوة قضائية الأمين العام ديال حزب الأسرى المعاصرة إلياس عماري بسبب الحلقة الأخيرة اللي كنا درنا بطبيعة الحال واللي كان هو الضيف ديالها. فالجلسة اللي كانت قبل 24 أكتوبر ما كانوش حضروا لا هو لا الهيئة ديال المحامين ديالو، على أساس أنه في الجلسة هذه يحضروا يعني هو شخصيا. فجاتوا دعوة مباشرة فما حضرش هو، لكن حضروا المحامين ديالو. جلسة كالأطوار ديالها عادية، من غير أنهم هما طلبوا تأجيل ديال الجلسة بدعوى أن الملف ما واجدش ونورمالمون هما المشكيين، يعني اللي كنقولوا مشكي فأوتوماتيكمون هو اللي خاص يكون ديجا واجد. في الجلسة السابقة قال لك ما كانوش حيتاش إلياس العماري كان في مراكش بين قوسين، ما عرفش انا نورمالمون اللي كيكون مشكي هو اللي كيقلب على الحق ديالو، هو اللي كيمشي يجري عند القاضي، هو اللي كيجري عند المحكمه باش ياخذ الحق ديالو، ماشي اللي يعني متهم. ولكن ما حضروش للاسف الجلسه الاولى. الجلسه الثانيه ها هما كيطالبوا بتاجيل ديال 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 المحاكمه، حنا واجدين مي بون كنتيقوا في القانون وكنتيقوا في المؤسسات القانونيه. وان شاء الله الجلسه الثالثه غادي تكون لو 5 ديسمبر 5 في شهر 12. كنتمنى انهم يكونوا واجدين حيت حنا واجدين والقضيه جدا مهمه بالنسبه لنا، ونبقاو على نفس الحزم والعزم حيتاش المساله اللي ربما كتمسنا حنا وكتمس الشعب المغربي وكتمس ايضا الصحافه والاعلام، مساله كتعلق بحريه التعبير. ما يمكنش تقمعني حيتاش كنهضر عليك انت، حيتاش انت مترشح في القانون او لا في جميع القوانين الكونيه، من حقي نعطيك الراي ديالي في اطار محترم في اطار اخلاقي. نحترم الشخص ديالكم الذاتي، ما نهاجمكمش كشخص، ولكن نعطيك الراي ديالي كمواطن ونعطيك الراي ديالي في الكلام اللي كتقول، حيت ما كنجيبوش حاجه من راسنا، كل شيء كاين في التعاليق ديالكم، كل شيء كاين في لي زادفيرسير ديالكم السياسيين. فالامور واضحه، وكنتمنى ان في الجلسه الثالثه ان شاء الله يتوضع حد او لا اوموا تكون مواجهه ان شاء الله الرحمن الرحيم، حيتاش هادشي كنقول دائما الا ما احترمتيش المؤسسات القانونيه كيفاش غادي تحترم الشعب. هذا ما كان، وشكرا بزاف لكم كصحافه الصحيفه ديال اشواقع اللي دائما مسيره الاخبار ديال الشعب والاخبار بطبيعه الحال ديال المواطنين، سواء كان في مدينه الجديده سواء كان في المغرب كله. شكرا لكم على التتبع ديال القضيه.